تفرد في 1993 صدرت ترجمة عربية لكتاب ذاكرة ملك لفوك إريك لورون، حوارات مع الملك الراحل حسن الثاني. وحضرت سابريس مشرف توزيع هذا الكتاب، وكان حفل في الدار البيضاء، حضور رسمي كبير. تحكي لنا على كيف كان هذا الشعور ديالكم في هذيك اللحظة. وكانت واحد الفترة مليئة بالرمزيات، كانت ترمز إلى أشياء كثيرة لم أكن أتوقعها بصراحة، وسعدت كثير بهذه المناسبة التي تركتني أتعرف عن قبر على ولي العهد محمد السادس ولي العهد آنذاك. سابريس لم تتولى فقط توزيع الكتاب، بل ساهمت في نشره. علاقاتي مع صاحب الكتاب وناشره الأصلي الأسير العمير، ومع المؤسسة التي أصدر الكتاب خارج المغرب، أعطتني إمكانية أنني أقوم بأساهم في نشر الكتاب. وطبعا سابريس كانت المؤسسة الوحيدة التي في المغرب تعنى بتوزيع صحف الكتب، والتي تتوفر على شبكة توزيع مترامية الأطلاف موجودة، يعني لا يوجد أي منطقة صغيرة في مدينة صغيرة لا توجد فيها الصحف المغربية، وبالتالي هذا أحسن مكان لأن يوجد هذا الكتاب المهم. قمنا بتقديم هذا الكتاب في أحد فنادق الدار البيضاء، وترأس الحفل ولي العهد، وحضروا أعضاء الحكومة والمستشارون الملكيون وشخصيات وطنية وأجنبية، وكان قاعة مليئة من آخرها. قمنا بإقامة معرض للصحافة الوطنية لتعريف الصحافة الوطنية في ذلك الفندق، ثم تناولت الكلمة أنا الأول قبل أن يأخذ الكلمة الناشر والدريس المصري وزير الداخلية آنذاك، فكلمة ترحيب بولي العهد، وكذلك التعريف بالكتاب، لماذا هذا الكتاب، ماذا يتضمن هذا الكتاب، وقال لي تحت بعض الأرقام أنه كنا حققنا مبيعات كبيرة جدا لم يحققها أي كتاب من قبل، يعني كانت عشرات الآلاف من الكتاب بيعت. أن كتاب مغربي يباع بعشرات الآلاف وشيء نادر جدا. المهم كانت ناجحة المستوى ديال التوزيع، مما أدى إلى أن نقوم بهذا الحفل. في هذا الحفل تناولت الكلمة إذن، ثم تناول الكلمة بعدي سيدة مال الأمير ناشر، ثم دريش المصري باعتباره وزير الداخلية والإعلام آنذاك. والحقيقة أن دريش المصري كان منزعجا بعض الشيء، لأن أكون أنا اللي أفتتح هذه الكلمة، يعني علاقتي به كانت علاقات على كل حال فيها كثير من الاحترام وكثير من كذلك من التخوف يعني والحذر، كانت علاقات لم تكن على ما يرام إلا فيما بعد. طبعا كانت هذه مناسبة حسنتني الله رحمه طلب أن قام بدعوة الصحفيين العرب الذين حضروا، كان هناك إيميل حبيبي وكل كتاب الشرق الأوسط ومن مصر ومن كل البلاد العربية، تقريبا 40 كاتب وصحفي وشخصيات فكرية عربية، وطلب بأن أحضر أنا كذلك مع هذا الوفد الذي قمنا به بتقديم الكتاب. اليوم الموالي طلب مني أن أحضر مع الوفد الصحفي إلى القصر الملكي بالرباط، الوفد العربي، كتاب وشعراء كبار الكتاب بولند الحيدري. وسألك عن بولند الحيدري كيف سألني عن بولند الحيدري؟ كنا في القصر الملكي، وطبعا البروتوكول الملكي طلبوا مني بأن أكون أنا من يقدم، أنا المغربي أقدم هؤلاء الضيوف إلى جلالة الملك. طبعا أنا كنت أولا سلمت على حسن الثاني، وكان طيبا جدا نحوي، قال لي بعض الكلمات أتذكرها، هذا بيتك لماذا لا تأتي مرات تزورني، ماذا تريد، وأنا تصفحت ملفك وسعيد جدا بأن تكون لي موجود، ولكن هذه لن تكون الزيارة الأخيرة أرجو أن تكون. طبعا دريس المصري استمع شيئا ما إلى هذا ولم يعجبه الحال أعتقد،
فبعدين سألني لماذا بقيت كثيرا مع الملك ولم يكن حاضر معكم بصريفة. لا كان بعيد شوية وبعدين الحسن الثاني أحكي لك فيما بعد ما وقع وحيث طلب من الحسن أن يبتعد قليلا فلم يقبل ذلك. المهم لما قدمت هذاك الوفد العربي المفكرين والصحفيين والأدباء قال لي حسن تاني خذهم بالرضا انت في بيتك خذهم الى هناك في بوفيه يعني بعد مرطبات وشاي وكذا انت في بيتك وضيوف. فانا هناك بلغ الحضاري كنت اشرب راوا كيف تعامل مع حسن تاني الله يرحمه بكيفيه في ام الحميميه في اسم الحميميه وعطف كبير وانبهروا فبداوا يسالوني هل هو صديقك حسن تاني؟ قلت له طبعا صديقي انا بعرفه جيد. فطبعا قلت له بدي ملك هو صديق جميع المغاربه بصراحه يعاملني مثل ما يعامل جميع المغاربه هذه هي طبيعه الحسن الثاني. بلال الحيدري علاقتي مع الملك والحسن الثاني لم اشعر كان وراءنا فقال لي ماذا يطلب منك هذا الرجل؟ قلت له هذا بلال الحيدري من لندن فنان وأديب وشاعر عراقي كان يقطن بلندن طبعا. وقلت له أنا ما سيدي يطلب هل بإمكان جلالتكم أن تجيبوا على بعض التساؤلات يغتنموها فرصهم موجودون في المغرب لو تفضلتم بالإجابة على يكونوا سعداء إذا كان ممكن جلالتكم. قال لي طبعا خذهم إلى هذه الغرفة أو الغرفة الأخرى أو الغرفة الأخرى أنت في بيتك أنا قد أنا سأعود. هناك جدريس البصري جريا ماذا قال؟ قال لي ادخلهم الى البيت. قال لي ابتعد نحن ندخلهم للبيت. دخلنا الى البيت وجلست انا الوراء وبعد قليل جاء الحسن الثاني اول ما دخل قال اين براده؟ فقال له جدريس البصري قال لي لا اتي بجانبي وانت جدريس البصري ابتعد عنا انت اراك دائما هذه المره هذا براده لا اراه دائما خليني مع براده. حقيقة أشعر باعتزاز كبير والله كان موقف يعني كنت لم أكن أتصور أن الحسن الثاني في هذه الطيبة. وكان هذا أول لقاء يمكن مع الحسن الثاني وأظن آخر لقاء. لقاء أول وآخر عن قرب هكذا كان أول لقاء في حفل وقيلة لكن أول لقاء بحيث كنت أشعر أني ابن الدار طبعا. وفعلا الحسن الثاني يتركك تشعر بأنك ابن صديق قريب منه كثير لأنه وحليب حسن الثاني يستقبلك ملك وأنت شخص عادي جدا بل أقل حتى من عادي ربما سابريس خلقت لي مشاكل لأن تشجيع الصحافة وذلك الصحافة هي معارضة أو شبه معارضة وأنت في أحضان الحسن الثاني يعني كان صعب ولكن كان كبيرا جدا بصراحه اكبر قدم عرض حول الوضع يعني العربي والصراع العربي الاسرائيلي في في هذه الجلسه في هذه الجلسه كما حكيت لو سمحت اقاطعك حين جلست بجانبه اولا حزنتني بكرمه المعهود وبساطته في البدايه يطلب مني هل ادخن؟ لا ادخن فعلا لم اكن ادخن ولا دخنت في حياتي. اخذ هذيك العلبة الجزائرية قال لي اقترع عليه إذا كان أحد يريد طبعا لا أحد الحسن الثاني كان شيء الناس كانوا عندهم واحد الرعب من أنك تشوف الحسن الثاني وفي الحقيقة غير ذلك كبير. المهم وقال لي من الذي كان يريد أن يسألني؟ سيبوا لنا الحضري هذا بعدما قدم عرض يعني. لا قدم العرض ديالو قدم العرض ديالو في الأول قال لهم كانت زيارة أنا أحفظ عن ظهر قلب ما قاله الحسن الثاني هو طويل سوف أختصر بعض الجمل هذا حتى كلمات لا يمكن أن تنسى سجلت في دماغي في هذيك العلبة الدماغية اللي عندنا بقت. قال لهم ما مفاد أن أولا أنتم في بيتكم أرحب بكم وأشكر سي برادة الذي هو الذي طلب مني أن أستقبلكم أشكره وهي مناسبة لأعبركم على بعض الأفكار التي هذا بخاطري مثلا من ناحية الدولية أنتم تعلمون موقف المغرب الفلسطيني نحن
من المدافعين عن فلسطين ونؤمن بحرية الفلسطينيين وبالقضية الفلسطينية. ولا أخفيكم بأنني اتصلت بشيمون بيريز الذي هو صديقي، استقبلته بإفران ومكثت معه طويلا، لأنه لا يمكن لإنسان أن يتفاهم مع الآخر إذا هو لم يتحاور معه. فأنا أنادي بالحوار وأطالب بالحوار، لأنه دون الحوار لا الحرب يمكن أن تحل المشاكل ولا المشاجرات أو النزاعات، إلا الحوار وحده يمكن أن يحل. وبدأ يتكلم في هذه القضية على المستوى الدولي شيء، إلى أن تطرق بعد أن تكلم تقريبا أكثر من 20 دقيقة تطرق إلى موضوع ثاني وهو موضوع الداخل للمغرب. كما تعلمون مقبلون على ديمقراطية حقيقية، يجب أن تستطيع، لأن النظام العالمي الجديد يتطلب هذا، ولأن التطور الذي يعرفه المغرب يجب أن يكون كذلك على المستوى السياسي. إلا أن هذه الديمقراطية لا يمكن أن تطعت دفعة واحدة، فهي مثل، وقال واحد المثال الفرنسي، قال كما يقول الفرنسيون لي بون شوز سو كونسوم ا بيتيت دوز، الأشياء التمينة. سألني قال لي برادا كيف نقول بالعربية؟ الأشياء التمينة تأخذ دفعة واحدة، شيء حاجة من قال لي برافو. إذن لا يمكن أن نأخذها بدفعة واحدة، يجب أن نمشي مهلا ولكن أن نركز إلى أن نصل أمان المتغى. أما في استراتيجية يمكن أن تكون هي الندم وخيتها. وطبعا يذكر مقالة لكاتب فرنسي ثم لشاعر عربي ثم أعرف إلمامه بالثقافة العربية والفرنسية عميق جدا. وأنت تستمع الحسن الثاني تستلد بكل ما يقوله وتتمنى أن لا يكف عن الكلام بصراحة. لم نشعر بالوقت، مرت تقريبا ساعة في هذا اللقاء وهو يتكلم. طبعا وطلب إذا كانت هناك أسئلة ولا أحد، لا لما أخذ سيجارة وقال لي هذه مقدمة الإخوان، هذه فقط مقدمة بسيطة، الأسئلة ديالكم ولا أحد رفعت. فسألني قال لي من الذي طلب منك أن أجيب؟ أنت ليس لدي سؤال لي بصراحة، لقد أجبتم على كل ما كنت أتمنى أن تجيبوا عليه، لقد أجبتم على كل تساؤلاتي، وأنا ليس لي إلا أن أشكركم لجلالة الملك. قال له خذ راحتك أنت في بيتك وأنت هنا ضيف عندي، فكن مرتاح جدا، وأي سؤال أنا مستعد. طيب إذا ما عندك سؤال طيب من الآخر؟ فطلب مني ولا أحد رفضني. طلبت شخص ثاني قلت له ملك، لا واحد السيدة يمنية كانت معنا، مرأة واحدة يمنية، هذيك اليمنية رفعت يدها قال لها ملك تفضلي أستاذتي، المرأة الوحيدة معنا تفضلي. قلت له أنا سيدي أطلب أن أخذ صورة جماعية معكم يا مولاي. قال لي حسن الثاني طيب خذهم لهذا المكان أنا جاء إلى رجل. طيب خرجنا وشكرنا وخرجنا إلى مكان، جاء دريس البصري عني جري أنت رجل حسن الثاني، قال له فين برادة؟ كان لطيفا جدا حقيقة، أنا لن أنسى وأحتفظ بأطيب الذكرى لي. وهو حقيقة شعور اللي عندي مع الحسن الثاني أحسست به كذلك مع محمد السادس. مع محمد السادس كان اللقاء في تلك الليلة التي قدمنا فيها الكتاب، وبدأ يسألني في ذلك الحفل سابريس، مسيو سابريس، أنت سابريس، سابريس الفرنسي معناها بسرعة سريع مسرع، أنت سابريس؟ قلت له ماشي الصحافة في السرعة لأن الجريدة عمرها قصير، يجب أن توزع قبل الوقت ولا لا قبل الوقت ولا بعد الوقت، ولا عمرها قصير جدا. صار يتكلم معي وكان بجوارنا مولاي أحمد العلوي، أنا ذاك مدير لمجموعة مرابط، فقال المولاي أحمد العلوي لماذا أنت صحفك غير موجودة؟ لأنه تدير معرض الصحف ليس فيه المتى. قال له لأن هذا لا يريد أن يوزع صحفا، مع أنني أنا كنت طالبت مولاي أحمد العلوي يقول لي من بعد حتى تنجح التجربة. وفعل نجح التجربة وتحقق بنا مولاي أحمد العلوي. إذن جلالة الملك محمد السادس كانت أول مرة التقيت به فيها، والتقيت به بعض المرات أخرى في مناسبات أخرى، وكنت في كل مرة أتذكر ماذا شعرت به مع الحسن الثاني، واكتشفت أن ابن الملك ملك وأن نفس المعاملة ونفس الطيبوبة
الحمد لله.